مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. النهاردة هنتابع معاكم ردود الافعال الغاضبة على وثيقة الفاتيكان الاخيرة، وزي ما احنا وضحنا ان في كهنة كاثوليك واساقفة كاثوليك ادانوا هذه الوثيقة بكل قوة واعلنوا رفضهم، ويعني هم قالوا بشكل مباشر واعلنوا في بيان رسمي انهم رافضين هذه الوثيقة شكلا وموضوعا. طبعا احنا مش بنبارك الخطية ولا بنبارك زواج المثليين كما اعلن البابا فرانسيس مؤخرا. طيب تعالوا نشوف الاول بيان اللي نازل هنا من مصر من الكنيسة الكاثوليكية، بيان مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في مصر بشأن الوثيقة الصادرة من حاضرة الفاتيكان بتاريخ 18 ديسمبر 2023. اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر بتاريخ 4 يناير 2024 بخصوص ما صدر من تساؤلات حول وثيقة الثقة المرجوة الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر عن دائرة العقيدة والإيمان. إن الوثيقة لا تغير بأي شكل من الأشكال التعليم الدائم والراسخ للكنيسة، فقد لخص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية رقم 2357 عام 1992 موضوع المثلية الجنسية في الجزء المتعلق بالحياة في المسيح. في تحليل الوصية السادسة لا تزني، إن الأفعال الجنسية المثلية والعلاقات غير المنتظمة خارج سر الزواج هي في جوهرها مضطربة وخطايا خطيرة ضد العفة لأنها تتعارض مع القانون الطبيعي، رسالة القديس بولس إلى روميا الإصحاح الأول. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية في مصر على أساس عقيدتها وإيمانها وتعليمها الكاثوليكي بخصوص مفهوم الزواج على أنه عهد وضعه الخالق وحصنه بشريعته، وبه يقيم الرجل والمرأة برضاهما الشخصي الذي لا رجعة فيه، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها، وهو بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب الأبناء وتربيتهم، وهو سر مقدس على مثال اتحاد السمرجي بين المسيح والكنيسة، وللزواج خاصتان جوهريتان الوحدة والديمومة. ومن ثم يؤكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر رفضه لكل تشويش والتباس من شأنه أن يظهر عقيدة الكنيسة وكأنها تقبل أو تعترف بزواج المثليين أو كل علاقة غير منتظمة خارج إطار سر الزواج. وللكنيسة معربة عن محبة الله لكل البشر وبالأخص الخطاه الساعين للتوبة، اللي أنا كل مرة بأكد لكم عليها، تؤكد على عدم مباركتها للخطية أو للأوضاع الخاطئة، لكنها كأم ومعلمة تصلي من أجل توبة جميع الخطاه حتى يمنحهم الله النعمة والإرادة ليعيشوا حسب مشيئته المقدسة، لأن الله يفرح بخاطئ واحد يتوب. والكلام ده موثق هم ممجو مختوم من الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية الأقباط الكاثوليك في 4 يناير. أشكركم جدا عليه للرد القاطع والصريح أنكم رافضين الوثيقة بتاعت الفاتيكان الأخيرة البابا فرانسيس، وأدنتم بشدة وقلتم أن الوضع الطبيعي رجل وامرأة والزواج سر مقدس وانتم مش بتباركوا الخطية. يعني انتوا اوضحتم وجبتوا المختصر المفيد ورد قاطع على الوثيقة وادنتم بشدة وانتفضوا، وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. في اساقفة كاثوليك رفضوا هذه الوثيقة برضو في روما يعني واعلنوا هذا، بس البابا فرانسيس حاربهم وتم عزلهم. اعتبر هذا البيان رفض بشكل رسمي، وده جه من الكنيسة الكاثوليكية هنا في مصر. أتمنى من كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تصدر بيان إذا كان الكاثوليك نفسهم أدانوا الوثيقة بتاعة الفاتيكان. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واقفة متفرجة، يعني أنا مش متخيلة لحد دلوقتي ساكتين ليه، يعني الكاثوليك نفسهم أدانوا هذه الوثيقة. أين رد المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وأين رد لجنة الإيمان والتعليم؟ يا جماعة يعني أنتم منتظرين إيه؟ ده المفروض تنتفضوا وتجيبوا بقى آيات كتابية كده وقوانين الكنيسة التي لا تسمح هذا، وتردوا عليهم الحجة بالحجة. الوثيقة 74 صفحة تقريبا، وثيقة كبيرة جدا وفيها ثغرات كتيرة جدا، فانتوا المفروض تعملوا دراسة وتردوا في بحث كده مطول، تردوا عليهم حتة حتة، يعني دي أقل حاجة تعمل. كان في بقى مقال مهم جدا جدا
وقوي، ورد حاسم من الإعلامي الكبير جرجس بشرى للرد على الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك اللي طالع يبرر للبابا فرانسيس وبيقولوا انتوا فهمتوه غلط، ده هو علاقات غير منتظمة، ده هي مش عارفة ايه، يعني احنا هنبارك الخطية يعني، وقعد يلف ويدور ان ربنا بيحب الخطاة. وانا نزلت لكم الكلام ده في الحلقة اللي فاتت. تعالوا نشوف رد الكاتب الكبير جرجس بشرى على الموضوع ده ايه، وكتب مقال مفسر بالآيات المقدسة يعني، وشرح وافي ورد قوي على الأنبا دانيال لطفي. تعالوا نشوف قال ايه. الكنيسة الكاثوليكية بتحترم حتى في الألفاظ وفي اختيارها للكلمات والمصطلحات تحترم الإنسان. ففي الوثيقة الأخيرة اللي هي طلب قبلها هل ينفع ندي البركة للناس اللي عايشين حياة مثلية؟ انت فاهمين يعني ايه حياة مثلية؟ الزواج هم بيدعوا ان هو زواج من نفس الجنس، اتنين بيرتبطوا ببعض من نفس الجنس. فنلاقي لغة راقية جدا من الكنيسة الكاثوليكية، فبتمتنع عن بعض الكلمات او المصطلحات اللي هي فيها المجتمع بيستخدمها كإهانة للأوضاع دي. مثلا كلمة الشواذ كلمة شتيمة، يعني احنا بنستخدمها في مجتمعنا، يعني كلمة مش حلوة، كلمة سلبية جدا. لكن مش هتلاقوا أبدا الكنيسة الكاثوليكية في تعليمها وفي وثائقها لما بيتكلم عن حالة زي كده أو الحالات دي عمره ما يقول لك الشواذ، مش ممكن، لأن دي كلمة مهينة أو المجتمع بياخدها على إنها مهينة. فاختار تعبير اسمه الحياة غير المنتظمة في الزواج، غير المنتظمة، غير النظامية، غير المعروف، لغة راقية. تعليقي على فيديو الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية الأقباط الكاثوليك ومن على شاكلته من رجال الفاتيكان عن فضيحة تبريرهم لمباركة خطية الزواج المثلي ومحاولة ادعاء الحكمة أكثر من الله بقلم جرجس بشرى. شاهدت هذا الفيديو الكارثي لأحد الأساقفة الكاثوليك وهو الأنبا دانيال لطفي الذي يبرر ويغازل ويسترضي فيه البابا فرانسيس على حساب الله تبارك اسمه والحق الكتابي، وهو فيديو يعتبر بمثابة فضيحة تعليمية جديدة لزمرة الإكليروس التابعين لبابا الفاتيكان. فهو يبرر ويجمل ويضع مكياجا لخطية مباركة الشذوذ الجنسي التي أقرها البابا فرانسيس، ويحاول جاهدا أن يغازل جماعة المثليين ويظن أنه أكثر أدبا وحكمة ورقيا من الله تبارك اسمه. حاشا، في التعامل مع الخطاة وخاصة الذين يصرون على خطاياهم دون توبة حقيقية يتراجعون فيها عن الخطية ويصلحون نتائجها المدمرة. ومن المقطوع به أن هذا الأب الأسقف الذي ترونه في مقطع الفيديو وهو بيبرر لمباركة الخطية تحت ستار مخادع، وهو مباركة الخاطئ وليس الخطية، لأنه هو بيقول إحنا هنبارك الخاطئ بس مش هنبارك الخطية، ينطبق عليه قول الكتاب وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء رمية 1:22، بل ويمكن وصفه بأنه يتشدق بالعلم الكاذب الإثم، ولعل إصراره هو ومن على شاكلته على تبرير قرار البابا فرانسيس بمباركة الأزواج المثليين لا يمكن أن يصدر سوى من أناس يسترضون البابا على حساب الحق الإلهي والكتابي. ولا يمكن وصف حالة من يبرر لمباركة الخطية إلا بوصف الكتاب المقدس نفسه الذي قال وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلموا الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق رمية 1:28. لأنه من المقطوع به أن الخطية يستحيل تبريرها لأنها كما يقول الكتاب الخطية خاطئة جدا رمية 7:13. كما يبدو أن الأب الكاثوليكي المتحدث في الفيديو المرفق إما جاهل بدرجات العقوبة الناجمة عن كل خطية أو يجهل المشاهد، وفي كلتا الحالتين فقد وقع في المحظور، لأنه في الأولى لا يستحق مكانه لأنه من المفترض أنه معلم ومؤتمن على تعليم الكتاب المقدس،
والثانية إننا نلمح منه محاولة للتطبيع مع مباركة خطية الشذوذ الجنسي اللي هي المثلية الجنسية، مع إن الكتاب المقدس نفسه وصفها بأنها على خلاف الطبيعة. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. روميا 1:26. ومن الواضح أيضا أن محاولات الأب الكاثوليكي في الفيديو المرفق نجد فيها محاولة ضالة لاستعطاف فئة المثليين والبابا فرانسيس صاحب قرار مباركتهم على حساب الحق. أفاستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. غلطية 1:10. لأنه من الأمور الثابتة التي لا التباس فيها إنه لا السيد المسيح ولا الآباء القديسين استخدموا لغة دبلوماسية مع الخطية أو برروا لها، بل أدانوها بكل قوة وحسم، كما جعل السيد المسيح له المجد. منح البركة مرهونة بالتوبة عن الخطية، وتوعد المصرين على خطاياهم بالهلاك. كلا أقول لكم، بل أن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. لوقا 13:5. بل وصب الويلات على كتب الفريسيين وحكم على أورشليم بالخراب بعدما وجد فيها إصرارا على رفض الحق والسير في الخطية والخيانة والتعدي. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب. لوقا 13:35. وهكذا استعمل الكتاب المقدس عبارات توبيخية شديدة الصرامة والقوة مع الخطية والخطاة، ولم يستثني من ذلك حتى يهوذا تلميذ السيد المسيح الذي باعه ب30 من الفضة، قبضها ثمنا للخيانة إذ قيل فيه لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. أعمال الرسل 1:20. وقد توعد الله مرتكبه خطية الشذوذ الجنسي بالهلاك المحتوم دون أن يستعمل عبارات دبلوماسية مع من يمارسونها، فيقول يهوذا الرسول كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. يهوذا 1:7. فهذه الخطية تمثل النجاسة في عنفوانها وأبشع صورها، ومن المؤكد أنه لا مكان للنجاسة مع الطهارة في ملكوت الله، وهذا واضح من قول الروح القدس في سفر الرؤيا يوحنا: ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ركسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. رؤيا 1:27. لذلك كان يتوجب على هذا الأسقف الكاثوليكي الفاضل أن يحذر الناس من بشاعة هذه الخطية دون مواربة، ويحذر من يرتكبونها من المصير الأبدي، ويحذر البسطاء من الانحراف نحوهم، ويطالب المثليين صراحة بنبذ هذه الخطية نهائيا كشرط أساسي للحصول على البركة. وكان يجب أن يكون مرجعه في ذلك السيد المسيح الذي قيل عنه بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل قال له: ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. يوحنا 5:14. وقال أيضا للمرأة الخاطئة التي أمسكت في ذات الفعل: أدانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. يوحنا 8:11. إذن كان الحصول على البركة مشروطا بعدم العودة للخطية، وبالتالي في هذا الرجل الكاثوليكي يكذب على الله تبارك اسمه ويجمل القبح والخطية ويضع كنيسته التي فاقت فيها ارتقتها الحدود وكأنها أحكم من الله وأرقى منه في تعامله مع الخطاة حاشا، كما لم يستخدم القديس بولس عبارات غزلية رياءية مع الخطية وخاصة خطية المثلية الجنسية، بل كانت إدانته لها واضحة وبقوة. فنجده يقول: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. روميا 1:24. ما يقول السيد المسيح عن المدن التي لم تتب: ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، إنه لو صنعت في سور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لا تابتا قديما في الممسوح والرماد. متى 11:21.
وربما لا يدري هذا الأب الكاثوليكي كيف استخدم أباء الكنيسة عبارات صعبة لتوبيخ الهراطقة. وربما لو راجع في تاريخ بعض بابوات روما سيجد ما يسره في هذا الأمر. ولي سؤال بسيط، ما معنى منح البركة لمن هم في علاقة غير منتظمة؟ فالخطية مرفوضة بأي شكل، سواء في علاقة منتظمة أو غير منتظمة، أم إنهم يخدرون ضمائر هذه الفئة لتبقى على خطيتها، خاصة وإن بابا الفاتيكان نفسه باركهم من قبل وقال عنهم إنهم أبناء الله، كما ارتدى صليبا عليه شارة المثلية الجنسية وقبله بفمه منذ عدة سنوات في لقائه مع مجموعة من المثليين. ودي حتة مهمة جدا يا جماعة، الكاتب جرجس بشرى وضح إليها إن البابا فرانسيس تقابل مع مجموعة من المثليين جنسيا، هم ادوله صليب كان بعالم المثليين، وخدوا منهم بابا فرانسيس خد منهم الصليب وقبله في فمه، وفي كارثة يعني، هو انت بتبارك بشكل علني يعني، ولبس الصليب وبعدين باسه كمان، فهو انت بتبارك بشكل علني. فهو الموضوع يا جماعة كان بتحضر ليه من سنوات. فانا بشكر شكرا جزيلا لكاتب جرجس بشر نوضح بالايات بشكل قاطع يا جماعة، يعني ما فيهاش لبس بقى، ما حدش يقول ده ربنا ما قالش، ده رب ده كلام ربنا، انتوا كمان هتزيفوا كلام ربنا؟ هو انتوا هتقولوا آية واحدة والبقية الآيات لأ؟ ليه الأنبا دانيال لطفي ما اتكلمش عن سدوم وعمورة؟ ليه بيقول ربنا بيحب الخطاة؟ طب هل ربنا هيبارك الخطية؟ ربنا بيقول لهم توبوا الأول، ربنا لما كان بيكلمهم عشان بيسعى لتوبتهم مش علشان يبارك الخطية. اهو بيحب الخطايا لك ما بيحبش الخطيه، يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي بس؟ فعلى الانبا دانيال لطفي ان يراجع حساباته، وكمان بعد البيان القوي اللي عملوه هنا الاساقفه الكاثوليك في مصر، بيان بصراحه رد بشكل قاطع لا لبس فيه، فاتمنى ان هو يراجع حساباته يعني، وهو من مصر برضو من مطران الاسماعيليه للاقباط الكاثوليك. الانبا دانيال لطفي اتمنى ان هو يعيد حساباته تاني، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. تحياتي وأشوفكم في حاجة جديدة، كان معكم نيفين جيرجس.